زمرت مش عارف مش حاجه زمرت ليه؟ ما انا عايز افهم حضرتك. ايوه في امن. اه في امن. ارجع بقى عشان بس شفت بقى مش من ده شوف ما انا مش عارف. اهلا والهندي خدت الهندي مع كل مفاتيح الجنسيات موجوده. يلا بينا اتفضل خلاص شرف. ايوه خليك حلو كده انت مش طبيعي. مش عارف كنت ما تركز بس عمرك ما دخلت اوتيلات كده مش طبيعي. ايوه بقول لك ايه نعم. لو نجحت معانا العمليه دي تصدق موقفنا هيبقى محرج. محرج موقفنا هيبقى هايل الشركه. طب والكلام اللي هيقوله لك قريبك ده كلام صادق؟ القرايبه كلهم كدابين. دكتور علي الراجل ده صادق ده الراجل السابع وبقينا في الاوتيل بعد المدير على طول. طب حضرتك ما تعرفش موضوع اللي هم بتاع الترميم ده جايبين لي هنا ليه؟ انت جاي باسم دخل طماطي انت داخل تشتغل يا باشمهندس ايه؟ اصل ده داخل على عمليه كبيره قوي. عمليه كبيره ايه؟ انت داخل كام لغز؟ عمليه كبيره ايه؟ انت يا سيدي العمليه وما فيها ان السطوح فوق حصل فيه ثقب. ثقب حصل فيه ثقب يعني ايه؟ بينزل ميه. يعني ايه؟ بينزل ميه على الدور الفوقاني كله. حضرتك طب انا عندي فكره بس لو انك يعني ما تتضايقش مني ولا مش متضايق. طيب ايه رايك لما نخش عليهم منفوخين كده ها 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 ومبين الريش بتاعتنا واخد بالك؟ ريش انت بتبيع كباب؟ ريش ايه؟ انا مستعد اتعرق خالص ابقى مرة بس العمليه دي تعدي ان شاء الله. اتفضل حضرتك. اتفضل. تعالى يا شرف. صباح الخير يا نساء. صباح النور يا فندم. احنا جايين من خلال الدكتور علي. دكتور علي مين؟ دكتور علي مين؟ دكتور علي ده الرجل السابع في هذا الفندق. عموما يعني احنا جايين عشان نكشف عن الخرم افندم على الثقب اللي فوق. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بيك. كان معاك حضرتك بالليل اللي جابك بدري؟ لا ابدا شويه مشاوير كده خليتني جدا بيك. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بيك. ثانيه واحده. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بقول لك يا شباب انت قريبك ده من عليه جامد قوي. لا بقول لك الرجل السابع في الفندق تقول لي قريبك جامد. دي البنت اتكهربت اول ما عرفت ان احنا جايين من خلاله. انا اخوك تموت والله. دي شغاله معايا كده انت ما اعرفش. انت لسه شفت حاجه؟ احنا ان شاء الله زي ما علي قال هنتغدى هنا في الفندق. لا هي قنبله اتفرقعت. ايه لا ايه في ايه؟ اتغدى يعني؟ ايوه ويمكن ناخد فاكهه بعد الغدا كمان. لا ما تقولش الكلام ده يا عم. انت هتموت في ايه؟ ليه ما تقولش الكلام ده؟ ان شاء الله هتاكل كركر. كركر ده انا نفسي ومون عيني ادوق الكركر. ان شاء الله هدوقك اللي اقذر من الكركر. بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. نورت يا فندم. الله يخليك. اهلا وسهلا. الله يخليك. حمدي يا فندم مدير الفندق. مدير؟ مدير الفندق؟ والله مدير الفندق اول مره اشوف مدير فندق شخصيه يعني. اهلا اهلا اهلا. حضرتك ظريف قوي زي ما بيقولوا. شفت بقى شفت دكتور علي شخصيه جامده ازاي؟ بقول لك الرجل السابع بعد المدير يعني قبليه ست مراكز. طب والنبي كلمني المدير اجيب العيال وامهم اعزمهم معايا على حاجه ساعه. حاجه ساعه؟ بجيب لهم لب بالمره يتسلوا. لا مؤاخذه يا سعادتك يا سعادتك لو سمحت احنا مش فاضيين دلوقتي للمجاملات ورانا شغل. اتفضل سعادتك. كل شيء مترتب يا فندم. الساعة 7 بالظبط هاجي اخدكم بنفسي
وبقيه المدعوين هيكونوا موجودين. ضيوف؟ يعني في ناس غيرنا جايين لنفس الموضوع؟ يوه ده الدنيا مقلوبه يا فندم، وفي ضيوف من جميع الدول الاوروبيه. يظهر العمليه كبيره وتقدم لها اكتر من شركه. على جدتي، على جدتي العمليه دي لو طارت مننا ممكن نترفض من الشركه. لو ليك اي ملاحظات يا فندم انا تحت امرك، وفاء معاك. لو عايزين اي حاجه، اي طلبات، هي موجوده، تقولوا لها على كل اللي انتوا عايزينه. خلي بالك يا وفاء من الضيف الكبير والمساعد بتاعه. ايوه مساعد. على اذنكم يا فندم. اتفضل اتفضل. ها حضراتكم بقى تحبوا ايه على الغدا، ولا تسيبوني اختار لكم الغدا على ذوقي؟ لا انت اللي اختاري بقى يا فندم، احنا عاوزين غدوه كده دسمه عشان المساعد بتاعي تعبان شويه. ما دام كده انا شايفه انه ممكن يكون الغدا بتاعكم سيمون فيمي مع كافيار في الابريتيف مع سودا، والمندش يكون سواجرا على شامبينيون مع عصير عنب فرنساوي، والحلو ممكن يكون ايس كريم بالفروس سلطه. لا انا باكل من غير الافلام دي، يعني اشوف فيلم عربي. شوفش افلام الافرنج دي والله. لا مش افلام يا فندم، ده اكل. ده اكل اللي قلتيه ده اكل؟ اه والله. لا انا عاوز بقى كوارع بصراحه. انا شايفه ان حضراتكم موافقين على اختياري صح؟ ثواني والغدا هيكون جاهز عند حضراتكم. باخدهم؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف. لا سيبها براحتها بقى، الله يخليك، انا قلبي مش مطمن وهو كلمني. ما تيجي نخلع من الموضوع ده؟ نخلع اسمع كلامي، انت سمعت اسامي الاكل اللي هي قالته؟ لا ما نخلعش، ايه رايك ما نخلعش؟ يعني اخلي رقبه الدكتور علي زي السمسمه عشان اخلع؟ يا عم انا سامع ان هم في شركات كتير هتقدم ورقها، وهم هيعملوا ممارسه وهينقوا اي ورقه على كيفه. تقدم ولا ما تقدمش، انا هدخل هجوم والله العظيم، ليا طريقه واسلوب مع الناس دي، هدخل عليهم هجوم يكشهم. اطلع انا بالعمليه وهتشوف. بس عاوزين نخلص الموضوع، انا مش عاوزين العمليه تلعب بينا. وبعدين دي سبوبه كلنا هناكل فيها لو متعيش. اتفضل اتفضل اتفضل. بقول لك ايه، الراجل مشي، عاوزين ناكل العنب دي نحطها في بيوتنا لما يجي. توكل على الله وجنب قلبك. السلام عليكم يا اخوانا. احنا عاوزين بقى نلعب لعبه تخلي راسنا فوق في السوق، مش عاوزين بقى مع بعض نزرجن. العملية هتفسع علينا، يعني هتفسع علينا، واحنا شركات معروفة، مش عاوزين نلعب مع بعض اللعبة كده ولا كده، مفهوم؟ واحنا اللي هنسده، يعني احنا اللي هنسده، واللي عنده فكرة كده او دماغه شغالة في موضوع يعني يدخل معانا جد ينسى. ايوه، لان الموضوع يا قاتل يا مقتول، واي حد في دماغه حاجة يوريني نفسه ويفرد لي صدره وبيهن الريش. ريش ايه؟ احنا هنبيع اللحمة. بقول ايه؟ هنسده يعني هنسده. ايوه. Well, excuse me sir, but could you tell me just how bad the current situation with the ozone layer is? اه دخلنا بقى في شغل الشركات الاجنبيه، دول جايين وناويينها. هو السؤال ده ايه، فرنساوي ولا انجليزي؟ اجنبي. اجنبي؟ اه. كلها واحد، هي الرد في الاجنبي واحد. رد انت بيهمك؟ نو. ايه رايك؟ ايه رايك في نودي؟ بس انا متهيألي يسكت اروق. ما هو تصوركم لمعالجه الاثار الجانبيه للثقب؟ اهم شيء الحكايه دي المعاينه، واحنا لسه ما عيناش. المعاينه من اساسيات الشغل ولا ايه اصلا؟ عزل مقطرن، رمله مزلطه، صبه بزلط حلواني. حلواني ايه؟ حلواني ايه؟ حلواني، حلواني يعني زلط فينو. ايوه هو يقصد، اصل تحت بيتهم في واحد حلواني فبيغلط كتير. وبعدين الشغل ان شاء الله مع الشركه بتاعتنا، ان شاء الله باذن الله هيكون على ميه بيضاء باذن الله. في ايه؟ في ايه؟ بنناموا مننا ولا ايه؟ معرفش ايه الهمهمه دي؟ الناس دي تعبة اعصابي ولا ايه؟ اصل الدخله اللي انت دخلتها دخله جامده قوي. معرفش يمكن في حاجه ولا انا مش مطمن والله العظيم. انا الفور بيلعب في عبني والله. طب هتعمل ايه؟
ايه الكلام اللي بتقولي ده يا وفاء؟ يا فندم المندوب بتاعنا اتصل بيا من المطار وقال انه الدكتور ومعايا المساعد بتاعه واصلين بعد ربع ساعه في عربيه الفندق من المطار. امال مين اللي جوه في القاعه دول؟ دول اكيد نصابين. نصابين؟ بتبقى كارثه. دول هيسوقوا سمعه الفندق ويسوقوا سمعتنا شخصيا. يلا بينا نلم العمليه قبل ما تكبر. يلا. استنى ما تتكلمش. بقولك ايه، احفظ نفسك، اوعى تتكلم الكلام اللي بتقوله ده، فاهم ولا مش فاهم؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله بيغير جميع النظريات اللي حضرتك نشرتها في حق هذا الموضوع. ايه الرد ده؟ بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ نشر ايه؟ انت نجار ولا ايه؟ نشر ايه ونظريات ايه؟ على فكره بقى انت انسان مدعي. الراجل اي واحد فيكم هيتكلم او يتحرك هضربه بالنار. وبعدين لعلمكم ده مش اول ثقب، احنا ياما سدينا الثقوب. انت سارق جميع الافكار اللي نشرتها، مش ممكن تكون دي افكارك ولا ابحاثك. أب 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 انت عندك 15 حرف ناقصين يا راجل. ضايعين قول ايه؟ اوعى حد يتحرك. اللي هيتحرك هعمل له ثقب في دماغه. يا خسارة، قد احنا ما لحقناهمش وانت السبب. وانا كنت اعرف منين بس يا فندم؟ بقى معقول دول يكون شكل علماء؟ انا اللي غلطان. يا عمي تعال يا حبيبي. بعد تعال سعيد. انت فين؟ انت جيت امتى؟ جيت امتى؟ المهم اخرج من هنا امتى؟ بقول لك ايه؟ هي العمليه وقعت عليك؟ ده وقعت عليا. هي وقعت عليا بعقل. ايه ده؟ في ايه؟ بقول لك ايه؟ انت تعرف الناس دول منين؟ لا ما اعرفوش ولا شفته. ده انت نجل قوي. لازم تتعير. معقول يا دكتور؟ معقول يا دكتور علي؟ وكمان بتقول على نفسك دكتور؟ ايوه دكتور. مش انا اللي بستلم لعبه الفندق وبقسمها؟ يا عيني. سوري. نعم. انت ايه؟ بستلم لعبه الفندق وبقسمها. قسم لحمه الفندق وتقسمها؟ تبقى دكتور. اطلع المشرحة. مع السلامة. انا حابلك على النص على طول. انت بتودعني. انا رايح المجر. ما انت لسه واقف. والله ما انا سايبك. شوف والله ما انا سايبك. عامل لي دكتور. يا فندم مساء الخير. ايه ده؟ ده انت بتشيله طول النهار ولا بتشيله الليل؟ الله، ده انت حجره بقى. انت مش شيشان؟ شكلك شيشان. يمكن من الصرب. مالكش قلب، ما عندكش رحمه. من الصرب مش كده؟ شبرا رحمه. شبرا رحمه في ايه؟ يا راجل انا محترم بس احب اهزر. وادي يوم وقع بس الجيات كتير. رقصني يا جدع يا جدع الطبل والبزمير.